معلومات لا تعرفها عن ابنة جو بايدن الحسناء وسر تعلق والدها بها. أشلي بايدن هي الابنة الوحيدة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من زواجه الثاني. كان لدى بايدن ابنة أخرى هي نعومي التي توفيت وهي رضيعة مع أمها زوجة بايدن الأولى في حادث سيارة عام 1972. ولدت أشلي عام 1981 وهي حاصلة على شهادة علم الأنثروبولوجي الثقافية من جامعة تولين في نيو أورليانز، قبل أن تحصل على شهادة الماجستير في الخدمة الاجتماعية من جامعة بنسلفانيا. أصبحت أشلي في عام 2014 المديرة التنفيذية لمركز العدالة في ولاية ديلاوير، والذي ركز أعماله على تحقيق العدالة الجنائية. أنشأت أشلي شركة لايفليهود لتجارة الملابس المصنعة في الولايات المتحدة بهدف التبرع بعائدات المبيعات لمنظمات المجتمع في ديلاوير. تزوجت أشلي من طبيب تجميل يدعى هاوارد كراين في عام 2012، وهو يعمل في مستشفى جامعة توماس جيفرسون في فيلادلفيا. قامت ابنة رئيس المنتخب بحملة افتراضية من أجل والدها، ركزت على مناقشة أهداف منصته لحقوق المرأة. ووفقا لمجلة ماري كلير، يتعلق بايدن كثيرا بابنته أشلي حتى أنها رافقته كثيرا في حملته الانتخابية. وقالت أشلي أثناء الحملة الانتخابية: أنا أعشق والدي، لكنني أيضا أؤمن بشدة أنه يمتلك الشخصية والرؤية لقيادة هذا البلد. وسلطت وسائل الإعلام الضوء على ابنة بايدن، خاصة بعدما خطفت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس دونالد ترامب الأضواء خلال فترة رئاسة والدها. وتساءلت وسائل الإعلام عن إمكانية أن تجذب أشلي الأضواء عليها مثل ما فعلت إيفانكا، خاصة وأنها تمتلك جمالا لافتا. بينما تتخذ أشلي نهجا معاكسا لنهج إيفانكا ترامب، حيث تبتعد عن الأضواء ولا توثق لحظات حياتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد أن تأكد فوز بايدن بالرئاسة، بدأ مواطنون أمريكيون في تداول صورة أشلي بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.